السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وكذلك عندنا سؤال من لالة لطيفة من بني ملال تقول: هل يجوز للمرأة بعد طلاقها أن تخرج من بيت زوجها وأبنائها وتذهب إلى بيت أهلها؟ سيدتي الكريمة لالة لطيفة، أقول لك حينما تطلق المرأة فإنها في عرف الشرع تعتبر وتبقى على ذمة ذلك الرجل الذي طلقها، بمعنى أنه أراه كتسمى الزوجة ديالو، كتسمى مرته، وكتطبع على هذا الأمر أحكام كثيرة جدا، راها كتسمى باقي مرته. فسنفرق بين الطلاق والفراق. الطلاق ماشي هو الفراق، إلا تطلقتو ما تعنيش أنه راه كاين فراق، لا، ما كتفرقو حتى كتدوز العدة كلها ديالت المرأة، بمعنى 3 شهور تقريبا، 3 شهور لثلاثة قروء، 3 شهور على الأقل كتدوز، عاد كيولي كتسمى هذاك فراق، عاد كتولي المرأة ما محسوبش على الرجل، الرجل ما محسوبش على المرأة. فلذلك المرأة حينما يعني يقع الطلاق عليها أن تكون رشيدة وأن تكون حكيمة وعاقلة، تبقى في دار رجلها وما تخرج، والرجل الحكيم العاقل المخصوص يخرج مرته أبدا، ستبقى في البيت، ينفق عليها، يتقدى لها، يجيب لها هذاك الشيء المولف كيجيب الحاجة الزوينة يجيبها لها، هذا واجب عليه، ينفق عليها، وهي كذلك تتهلى فيه وتحسن إليه وترتدي أحسن الثياب التي تغريه، كل ذلك رجاء أن يصطلحا. فإذا اصطلحا، هذا اللي يبغى الشرع، يعني 3 أشهر كلها وهي معاه في البيت، وغادي نجي وحنا ونقولوا باللي ما يمكنش يعني يرجعوا، لا غادي يرجعوا، لينا 3 شهور والأيام، يعني الإنسان يعني طبعا يعني النفس أحيانا يعني تمتلئ يعني غضبا وشحناء وكرها وغلا وحزنا، ولكن ما هي إلا أيام ثم تنفرج النفس وتبحث عن يعني عن المتنفس. فالإنسان بخلقه الكريم ومعاملته الحسنة، ويعني لا شك أنه إلى كالأصل أنه بغي يحافظ على هذا البيت الزوجية مهما كان هذا المشكل، فإنه سيذوب في هذه المدة 3 أشهر. هذه فلسفة الدين في معالجة مشاكل الزواج، وهو أن الطلاق لم يكن يعني فراقا في 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 في, في آن واحد، الطلاق يعني الفراق ابدا، خصنا نفهموا هذه الامور. راه الطلاق يعني الفراق، الطلاق كيعني واحد المده ديال 3 شهور الى ما تقاتلناش غادي نتفرقوا، فكانه ورقه صفراء وليس ورقه حمراء. نعم، فلو اننا حقيقه لطيف، وانا كنشكرك انك طرحتي هذا الموضوع، لو اننا احنا يعني نطبقوا هذا المبدا وهذه الفلسفه ديال الاسلام في الطلاق، والله ما غاديش يفوتوا شهر شهرين وغادي يعاودوا يرجعوا عند القاضي ويعاودوا يوثقوا هذيك الطلقه ويعاودوا يرجعوا يتزوجوا من جديد. انا على يقين، ولكن الان اللي كيوقع هو ان الرجل تمشي لواحد المكان والمراه كتمشي لواحد المكان، وكيبقى واحد الفراق كبير جدا. هذا الفراق يعني صافي، يعني يحكم على هذا الزواج بالنهايه. على كل الامر يعني فيه تفصيل ان شاء الله نعاودوا نتكلموا عليه فيما بعد. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.